يرمز الليل احيانا للظلم وللخطيه. حتى في هذا الوقت طلبت من تحبه نفسي. يعني ايه الكلام ده؟ في انسان الخطيه بالنسبه له من بره مش من جوه، يعني يرتكب الخطيه من بره ولكن بيحب ربنا من جوه، ويشعر انه مهما عمل ما زال بيحب ربنا. بطرس الرسول انكر المسيح 3 مرات، وبعدين المسيح قال له يا سمعان ابن يونة اتحبني اكثر من هؤلاء؟ قال له انت تعلم يا رب كل شيء، انت تعلم اني احبك. الخطية ليست كراهية، جايز تكون ضعف، جايز تكون جهل، جايز تكون قوة من العدو، جايز تكون زي ما تكون. ويجي الانسان في الليل ويقول طلبت من تحبه نفسي ولو ان طلبت فما وجدت. الابن الضال اللي ضيع معيشته في عيش المسرف في الليل طلب من تحبه نفسه ولكنه وجد، وهو في الليل مع الخنازير في الكورة البعيدة بدأ يفتكر ربنا. أنا هقول لكم على إنسان تاني افتكر ربنا بالليل، يونان النبي وسط الخطية والعصيان والهرب من ربنا، وهو هربان من ربنا واترمى في البحر وابتلعه الحوت، وفي الظلمة في الليل في داخل بطن الحوت طلب من تحبه نفسه. اوعى تفتكر يا رب ان انا ما بحبكش، انا جاي اهرب منك وانا بحبك، وجاي اخطئ وانا بحبك، وجايز انكرك 3 مرات وانا بحبك، وفي الليل طلبت من تحبه نفسي. في انسان كل ما يخش في الخطيه الخطيه تضغط عليه وتضيعه وتنسيه ربنا، وفي انسان معدنه طيب من جوه تكبس عليه الخطيه يطلب من تحبه نفسه. في الليل على فراشي وانا كسلان وتعبان طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. عبارة طلبت فما وجدت دي عبارة مؤثرة ومتعبة للنفس. يعني ايه يا رب طلبت فما وجدت دي؟ يعني ايه؟ ده انت بتقول اطلبوا تجدوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وازاي انا اطلب فلا اجد؟ في حاجة في الروحيات تسمى فترات التخلي. فترة من الفترات النعمة تتخلى فيها عن الانسان، والانسان يطلب ربنا فلا يجده، ويبحث عن طاقة من رجاء وعن شعاع من نور، والظلمة تدهم نفسه وهو تعبان ويطلب الله فلا يجده. قال له تصير سماؤك نحاسا والأرض التي تحتك حديدا، يطلب فلا يجد. الدالة اللي بينه وبين ربنا راحت مش موجودة. الصلة اللي بينه وبين ربنا راحت مش موجودة. العشرة القديمة، الإحساس بوجود الله
المتعب ربنا مش موجودة. طلبته فما وجدته لكثرة الاسم تطرد محبة الكثيرين، لكثرة الاسم تطرد محبة الكثيرين. كتير من الناس مروا في الخبرة دي. انا يا رب كنت زمان شعلة متقدة بالنار، دلوقتي ابحث عن هذه النار فلا اجدها، ابحث عن الحرارة في الصلاة فلا اجدها، عن الحرارة في الحب فلا اجده، عن التعزية في القراءة فلا اجدها، عن شعوري بوجودك فلا اجد. ايه الحكاية؟ طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. صعب خالص ان الواحد يقول دعوته فما اجابني، طلبته فما وجدته. لكن ناس كتيرة بيمروا في الخبرة دي، يدور على ربنا ما يلاقيهوش. يقول زمان كان ربنا اقرب الي من النفس الذي يدخل في صدري. فيما انا ادعو كان يستجيب. مش ربنا كان بيستجيب لصلواتي دي بسيطة خالص، ده ربنا كان بيستجيب لمجرد الرغبة داخل القلب حتى من غير صلاة، مجرد النظرة لفوق حتى بدون كلام. جايز افتح الكتاب قبل ما اقرا هلاقي تأملات تملأ قلبي من غير ما اقرا. جايز اقرأ آية واحدة والاقي سيل يفيض من التعزيات فلا اجد وقتا لقراءة آية اخرى. لكن دلوقتي مفيش. طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. فترات تخلي من النعمة. لماذا هذه الفترات من التخلي؟ لماذا هذه الفترات من التخلي؟ كثير من الناس بيشوفوا فترات التخلي في أوقات كبرياء، أوقات ارتفعت فيها النفس، ظنت إنها شيء، فقدت احتراسها القديم. وبعدين ربنا يخاف على الإنسان من هذه الكبرياء يتخلى شوية فيسقط الإنسان ويشعر بضعفه ويصرخ إلى الله ويقول له أنا يا رب ضعيف ومش قادر. يقول له أنا عايز أرجعك لهذا الاتضاع، قريب هو الرب من المنسحقين بقلوبهم. إذا احتفظت باستمرار بانسحاق قلبك لا تدخل أبدا في فترات تخلي. في سبب آخر من أسباب التخلي، إن الإنسان بيهمل ربنا، بيهمله، بيحب العالم أكثر منه، مش فاضي ربنا. ربنا يقرا على بابه يقول له مش فاضي، مش فاضي. امتى حصلت الحكاية دي؟ برضو في الإصحاح الخامس من سفر النشيد حاجة من النوع ده. أنا نائمة
وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا. حبيبي ده جاي من بعيد، صافر على الجبال وقافز على التلال، وصوت حبيبي قارعا. افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. مفيش حد بيفتح مش فاضي لربنا. انا فاضيه لربنا، عندي حاجات كتير بتشغلني. يا ريت يا رب تروح دلوقتي، واذا حصل لي وقت استدعيك. يقول لها افتحي لي، لان راسي قد امتلأ من الصل، وقصصي من ندى الليل. ربنا واقف ينتظر مدة طويلة، لغاية لما رأسه امتلأت من الصل وقصصه من ندى الليل. افتحي لي يا اختي، يا حبيبتي، يا حمامتي، يا كاملتي. تقول له خلعت ثوبي فكيف البسه، غسلت رجلي كيف اوسخهما. يا سلام، يا سلام على النفس البشرية، لما تتحجج بحجج واعذار عشان تبعد عن ربنا. انا يا رب مش فاضيالك دلوقتي، عندي مشروعات كتيرة جدا بقوم بيها، عندي كتب بألف، عندي خدمة واخدة كل وقتي، عندي زيارات، عندي مكالمات، عندي خطية محبوبة، عندي أي حاجة. أنا مش فضيلك دلوقتي. وبعدين ربنا يقرع على الباب ونسيبه على الباب. يسيبه، طيب هنشوف نهايتها دي. ربنا لا يرغم انسان على محبته. واحد عايز يسيبه يقول له طيب يا حبيبي خليك في اللي انت فيه، لما نشوفك تنتهي على ايه. حبيبي مد يده من القوة فأنت عليه احشائي. ربنا لمس القلب لمسة كده وسابه ومشي. فترة تخلي. فقامت العروس تقول فتحت لحبيبي، لكن حبيبي تحول وعبر. نفسي خرجت عندما اكبر، طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. ما كان في ايدك يا بنتي، كان في ايدك، كان في ايدي وانا سبته. اهملت ربنا، لم اشعر بقيمة الحياة مع الله، لم اشعر بلذة الوجود مع ربنا. وذهبت احفر لي ابارا مشققة لا تضبط ماء. ربنا قال طيب اتفضلي، لما تشوف حكايتك تنتهي على ايه. طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابني. فترات تخلي، لان النفس اهملت ربنا، احتقرت عمل النعمة التي فيها، ازدرت بوسائط النعمة الموجودة امامها. تركت محبتها الاولى وبدأت تقاسي حاليا. طلبته فما وجدته، دعوته فما اجابه. من ضمن اسباب التخلي الذات، ساعات الانسان يكون متحوصل حول ذاته
يفكر في ذاته باستمرار، ربنا ده ملهوش وجود، انا ماذا اعمل، ماذا اصير، ماذا اكون، كيف اكون، كيف اكبر، كيف ابني نفسي، كيف اكون شخصيتي، كيف اخذ واخذ واخذ، وربنا فين، ملهوش وجود. بتفكر في ايه يا حبيبي؟ بفكر في نفسي، ازاي ابني نفسي، ازاي اكون ذاتي. ده ذاتك دي ما تقدرش تكونها غير جوه ربنا. وهكذا الانسان مشغول بذاته، مش فاضل ربنا. اهدم مخازني وابني اعظم منه، واقول عندي خيرات كثيره لسنين عديده. وبعدين نفسي، كيف اصير ومتى اصير وماذا اصير. وفيما الانسان مشغول بنفسه يبحث عن ربنا فلا يجده. زي انسان يخش في خدمه من الخدمات وبعدين ينسى ربنا ومحبه ربنا، وازاي يبقى هو المسؤول عن الخدمه، ازاي يبقى امين الخدمه، ازاي يبقى السلطه كلها في ايده، ازاي يقاوم فلان وازاي يقاوم فلان، ويتحوصل حول ذاته وبعدين يدور على ربنا ما يلاقيش. العروس دي كانت بتدور في نفسها، خلعت ثوبي كيف البسه، غسلت رجلي كيف اوسخهما، مشغوله في الثوب ومشغوله في رجليها ومشغوله في النظافه ومشغوله في الهيصه دي، وربنا راح في الوسط، راح راح. ربنا يجعلنا احيانا نذوق مرارة البعد عنه لكي نشتاق اليه. يظهر ربنا لما بيدللنا كتير، بيدلعنا كتير، بيطبطب علينا كتير، احنا خلاص فقدنا حقوقه ومحبته، وغسلت رجلي وخلعت ثوبي وشوية دلع لودة ولا جاب. وساعات ربنا بقى يرفع ايده، مادام انت مش عايز انا خلاص لا ارغمك على محبتي. المحبة شيء حساس جدا، ان مجاش من القلب لا يمكن ان يرغم الانسان عليه. الله لا يرغم انسانا على محبته اطلاقا. عايز تيجي تعالى، مش عايز منين تحب بقولي. يعني ايه طلبته فما وجدته؟ ربنا موجود في كل مكان، لكن يعني ايه طلبته فما وجدته؟ يعني ما وجدتش الصلة اللي جوه القلب، ما وجدتش الشعور، ما وجدتش الحب، ما وجدتش المتعة بالله. لقيت ربنا بعيد في السماء العالية دي، وانا بيني وبينه مسافات، بيني وبينه مسافات. فين يا رب؟ ده انت كنت مش معايا، ده انت كنت جوايا، ومش بس جوايا، ده انت كنت ثابت فيا وانا فيك. فين الايام دي طلبته فما وجدته، دعوته فما أجابني؟ مش ما وجدت ما أجابني بقسوة من الله أو شدة من الله أبدا. ربنا لاقي إن هذا البعد هو اللي وصلنا إليه،
لما يبتعد عننا نشتاق إليه وبهذا البعد يأتي. بهذا البعد يأتي. ربنا عمره ما يقصر. حتى العقوبة بالنسبة إليه يجتذبنا بها إليه. ولذلك أول ما بعد ربنا بدأت هذه النفس تشتاق إلى الله، تقول إيه؟ إني أقوم وأطوف في المدينة في الأسواق وفي الشوارع وأطلب من تحبه نفسي. ربنا بيبعد عننا من بره ولكن موجود من جوه، زي الام اللي ابنها يمشي على رجليه ولسه بيحبي ويمشي ويقع تروح سايباه، مش تخلي، يعني بتتخلى عنه عشان ما بتحبوش. الواد اول ما يقع وامه تسيبه يبتدي يفلفص ويشد ايديه ورجليه ويقوم، عضمه يشتد، اعصابه تشتد، يقف على حيله، امه تروح مسكاه. اوعى تفتكر ان انا سايباك على طول، انا برقب الموقف، ولو ما عرفش يقوم هتقيم. اهو ربنا كده. طلبت فما وجدت دي على طول يا رب. لا مش على طول يا حبيبي، ده حتى انت لو تركتني انا ما اقدرش اتركك، حتى انت لو سبتني انا ما اقدرش اسيبك. شوفوا ربنا بيقول ايه؟ لحيظة تركتك وبمراحم ابدية اجمعك. لحيظة تركتك. ربنا ما يحتملش انه يتركنا على طول. ولذلك بتقول وجدني الحرس الطائف في المدينة فقلت لهم أرأيتم من تحبه نفسي؟ فما جاوزتهم إلا قليلا حتى وجدت من تحبه نفسي فأمسكته ولم أرخه. بس دلوقتي ما أقدرش فيه. أمسكته ولم أرخه دي نتيجة الشعور بالضياع، نتيجة الشعور بالبعد، ان الواحد يقول خلاص يا رب بس طلعني من الضيقة اللي انا فيها دي وبعد كده ما سيبكش ابدا. بعد كده لو قامت علي الدنيا كلها لا يمكن اسيبك. امسكته ولم ارخيه. هل انت في حياتك جربت فترات التخلي؟ ابحث في اعماق نفسك التخلي ده سببه ايه؟ ابحث الحب اللي بينك وبين ربنا سببه ايه؟ وتعالى اصطلح مع الله. ويأتي الوقت الذي يظهر الله ذاته لك وتقول امسكته ولم ارخه. لهذا الشكل تعيش. لا تيأس اذا مرت عليك فترات تخلي. لا تيأس. لا تتضايق. لا تظن ان فترات التخلي ستستمر على طول. ولا تظن ان الله تركك وسوف لا يرجع اليك. ما زال الله واقف على الباب يقرا، بيحجب ذاته شويه لكن مش بيختفي، بيحجب ذاته شويه لكن مش بيختفي. مريم المجدليه افتكرت ان المسيح خلاص ضاع منها، وهو كان يكلمها وفاكراه البستاني وفاكراه حد تاني وفاكره انها بعيده عنه، واخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه
وهو بيكلمها. ساعات ربنا يخفي ذاته عننا شوية لكي نشتاق إليه ولكي نبحث عنه ويكون واقف قصادنا بيكلمنا، زي ما كان مع تلميذي عمواس بيكلمهم ولكن أمسك ذهنهما عن معرفته وهم يقولوا فين وهو واقف معاهم. تأكد إن فترات التخلي فترات تخلي ظاهري ولكن ليس تخلي حقيقي ولا تخلي دائم. سياسة من النعمة الإلهية في تدبير النفس البشرية لكي تشتاق إلى الله. حاول إنك أنت تعيش مع ربنا زي ما كنت زمان، وأذكر من أين سقطت وتب وارجع إلى محبتك الأولى، ومنين ما تقول طلبت فما وجدت قول سأجد بعد حين وأمسكه ولا أرخيه. له المجد الدائم إلى الأبد أمين. منتديات بحبك يا يسوع اذكرونا في صلواتكم.